كلارك هو موسيقي ومغني لبناني تميز بصوته الأوبيرالي ويعتبر واحد من أهم الفنانين اللبنانيين وخصوصاً بمجال الأغنية الأجنبية. نال العديد من الجوائز بمهرجانات موسيقية مختلفة مثل بلغاريا، ألمانيا، نمسا، فرنسا واليونان. غنى كلارك بلغات مختلفة مثل الإنجليزية، الفرنسية، الإيطالية، الإسبانية، اليونانية والأرمنية. شارك ايضا ببرامج اطفال بتسجيل اغنيه المقدمه والنهايه مثل كرتون جريندايزر وجزيره الكنز. بالخلاصه حصيله ابداع سامي كلارك 712 أغنية أجنبية وعربية بمواضيع متنوعة. سامي كلارك مش بس أنا بحبه، كان سامي كلارك نجم بالسبعينات وبالثمانينات، كان من النوع الأسطوانات وديسكيت، يعني كانت تنطلب بشكل استمرار. لذلك هودي كنا نحن مش قصة أرشيف لسامي كلارك، لا هودي كنا نسجل منه في إله سميعة، وكان يعني كان نجم، وبفترة من فترات كان نجم. أنا بذكر غنية هادي تكمي وزول، طلعت أول غنية بعتقد لياسر الرحبيني إذا ما بكون غلطان، داريت عندي إياها. ويعني كان مرق له عصر يعتبر سامي كلارك عصر ذهبي، وقت كنا ننزل على بيروت نجيب ديسكات نجيب شوية أجنبي ويقولوا لنا إنه في سامي كلارك كنا نجيبه نفضله عن أي أسوانة تانية. يمكن بيعون، أنا حاطط الأرشيف يمكن بيعون ولا بيعون، لكن إذا طلبهم سامي كلارك بعطيهم. أنا بعتقد سامي كلارك عنده شيء. لما بدك تفكر بالفن بلبنان أو بالأغنية اللبنانية، بيمرق براسك كأحد الفنانين يلي له بصمات حلوة وجميلة بالأغنية اللبنانية سامي كلارك. سامي كلارك هو بذاكرة الناس بلبنان من السبعين وأكثر بالأغنية اللبنانية، وكمان تميز أنه كان شارك بالأغنية الغربية، كان له نجاحات مهمة. كان عندي لقاء معه مشترك من حوالي 15 سنة لما عملنا برنامج للمواهب بمنطقة سور بجنوب، وكانت تجربة حلوة وجميلة، وأنا مبسوط أنه هلأ رح نلتقى اليوم كمان بسور نحن وسامي كلارك. أهلا وسهلا فيك. أنا أبو عالو من أنا وكتير صغير، بذكرني بالحرب اللبنانية مع الأسف، مع أنه كتير فنان كبير، بس إن شاء الله يذكرني أو إن شاء الله يختمها بنهاية الحروب كلها عوج الأرض. وفي كتير له أغاني عالقة براسي وعلقانة براس الناس كلها، ففنان رائع وفنان ترك بصمة طويلة عريضة مثل ما بقوله، من الراس الكبير الجنوبي للنقورة، هيدا على صعيد لبنان وأكيد على العالم العربي كله. فينا ننسى سامي كلارك؟ سامي كلارك من الفنانين المهمين بلبنان، نرفع راسنا فيهم، يذكرنا بالأيام الحلوة، أيام الفن الأصيل واللي دخل الغربي مع الشرقي والشرقي مع الغربي. فينا ننسى الأغاني الحلوة اللي غناها سامي كلارك؟ ما فينا. شو في أغاني بتتذكرها لسامي كلارك؟ الأغاني الحلوة خاصة قومي تنرقص يا صبي، شو رأيك نرقص أنا وياكي؟ يلا. هذه الأغاني الحلوة المميزة، يعني فيش أغنية لسا سامي إلا ما كان يدخلها النكهة والإحساس الأوروبي والعربي والشرقي والغربي، شغلة حلوة وكانت نادرة كتير بوقتها، فنحن بنعتز بلسا سامي. مشهور كتير بصور بكل لبنان، بس من 20-30 سنة، وشخصيته حلوة، وكان يقدم أغاني مودرن
وكنا نسمع له كثير. يعني انا من اول وعي بوعى على فنه على طربه، من الاسماء الكبيره بيعتبره بلبنان لانه بيحمل فن العربي والاجنبي، له شخصيته يعني عنده ستايله الخاص فيحترم هذا الفنان. الفنان سامي كلارك هو فنان لبناني، وحسب ما بعرف انه جمع بين الاغنية اللبنانية والاجنبية سوا، وكمان من ضمن اغاني قومي تنرقص يا صبية وقع على هالايام، واجمالا هون بمنطقة صور اكترية الاوقات فترة الصبح بتمرق، يعني بتكون قاعدة بتلاقي السيارات مرقة بتحط هيدي الأغاني اللبنانية القديمة، فإجمالا بتكون أغاني معروف مثل الأرز اللبنانية. إنسان كتير رائع وفنان وبالأخص غنية قومي نرقص يا سميرة كتير هيدي، وبالأخص غنية قومي نرقص يا سميرة كتير هيدي كتير ناس بيلقط على الوجع فيها. أكيد الأستاذ الفنان سامي كلارك هو أشهر من يعرف عنه، فنان عتيق وأصيل جمع بين الأغنية العربية والأجنبية، واللي كان يقدمه الأستاذ سامي كلارك ما حدا قدر لحد هلأ يقلد. سامي كلارك بجنن بجنن تاريخ أصلاً هو، بس بلبنان عنا حرام، يعني مثل هالناس حرام ما ينذكروا كل لحظة أصلاً. ضايعين تذكر له أغاني؟ اي قومي تنرقص يا صبية وكلياته كنا نرقص عليهم نحن، بس هلا يا ويلي وينو سامي كلارك، يا ريت بيرجع هلا يعد التاريخ. كلارك فنان مشهور، فنان لبناني جامع بين الأغنية العربية الشرقية وجامع الغرب فيها مع بعضهم، وأكثر العالم من جيل صغير هلا لجيل كبير حافظين أغانيه، أغاني مشهورة وأغاني كتير حلوة جامعة بين الرومانسية بين كل ألوان الغنى. زمان أهلينا كانوا يسمعونه، يعني هلا بهالوقت ما فيش حدا زيه بعد هلا. فنان نقدره ونحترمه طبعا. أنا ذاكره كويس وكانوا عيطولي سامي كلارك أنا وصغير، وأنا كنت من المعجبين فيه وحبوه كتير كتير بحبه أنا، وجيلنا كان بذكره منيح لأنه تقريبا من عمرنا يعني تقريبا، وكتير شاطر كتير مرتب. بعرف انه هول فنانين ومنهم الاستاذ سامي كلارك من الناس اللي كان عندهم بصمه خاصه بالفن اللبناني وعلموا لحد هالجيل وبعدهم بينطلبوا، مثلا قومي تنرقص يا صبيه من اجمل الاغاني وعملت ريميكس، والريميكس كان كتير حلو بعد ما عملت له بالاوريجينال، وعنا هون مسجلين الاغاني على سيديات وعم ينطلبوا على طول على طول، بس يشوفوا هذا الاسم انه واو. وش بيكي ايديكي بايدي، خلينا نلعب كرة خلينا نلعب كرة، نرقص ونغني يا صبي.